الشغل على الجزيرة شيء ممتع، أنا فعلاً محظوظ، بروح الشغل بالمركب. من أول ما يوصلوا للجزيرة بحسوا إنهم بمكان مختلف، يعني بعالم تاني ما بتوقعوا إنه بأبو ظبي. الوظيفة أبداً مش هينة، بس نحنا منحب شغلنا كتير. كل واحد بلاقي الشيء اللي بحبه، وكتير في مغامرات. It's always loud in the kitchen. تجربة غير ما فيك تعيشها بأي مكان تاني بالعالم. عالم ساحر بكل بساطة.